وتقضي يا وطن محروس، باكر تعدي ويخلص الكابوس، وبدل الشمس تضوي ألف شموس. شوكم أعزائي المشاهدين، حلقتنا اليوم أيضا تتكلم على تظاهرات بالعراق، والبرلمان والحكومة دي يسوون عدد من القوانين والتغييرات، ولكنه دي نشوف أنه التظاهرات دي تتزايد، يعني كأنه ماكو صارت فجوة كبيرة بين المتظاهرين وبين الحكومة، ما دي يقتنعون المتظاهرين بأي شيء دي تقدم الحكومة للمتظاهرين من اصلاحات ومن وثيقه 45 يوم للاصلاح. حتى نحكي بهذا الموضوع اكثر ويا بالاستوديو الدكتور والناشط المدني وصديقي دكتور القاسم العبادي. اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا وسهلا بك دكتور مصطفى، شلونك؟ شلونك؟ الحمد لله. دا نشوف اكو اصلاحات طبعا، وقوانين دا تصير واجتماعات مستمره، ولكنه المتظاهرين ما دا يقتنعون. برايك شنو السبب؟ شنو السبب؟ بالبداية احنا نجي ناخذ الموضوع بأسس اللي أسس الحراك الاحتجاجي اللي صار بالعراق. بكل بساطة من تجي تسأل أي مواطن بسيط تقول له منو الفئة اللي طالعة وشنو اللي هي شنو مطالبهم، شنو اللي يريدوا، وشنو اللي ممكن يرجعهم لبيوتهم. هذه النقاط البسيطة اللي ممكن تأخذها عن لسان أي متظاهر موجود في ساحة التحرير، السلطات الثلاثة دا تعرف الفئة العمرية اللي طالعة، دا تعرف ليش طلعوا، دا تعرف شنو اللي ممكن يرجعهم للبيت. بس المشكلة أنه قرارات لحدنا بعيدة جدا عن اللي ممكن أنه يرجع هذول الشباب. هم يقولون يعني الشباب طلعوا يردون حياة أفضل وفرص عمل ومكافحة الفساد، وده نشوف اكو من الحكومة يعني قرارات، اكو يعني مذكرات اعتقال لمجموعة من المسؤولين، واكو فرص عمل يعني وزعات جديدة، واكو منح مالية حسب اللي يصدر من عندهم. يعني من نريد انت قلت لي هذين ثلاث نقاط. اول نقطة اللي هي صدور مذكرات اعتقال بحق مسؤولين كبار، يعني هم مو كبار، اخرهم محافظ البصرة السابق، هذول مو كبار، اكبر من عندهم. لنفترض ان هذول كبار ما عندنا مشكله، هذا بمجرد ما يدفع كفاله ماليه راح يطلع. زين، هذا عليه مبالغ، يعني هذا اخذ جزء من المال العام وبدا يشتغل به. يعني بالقانون يقول لك هذا المال العام اللي اخذه وحتى الارباح اللي اخذها هذه كلها لازم ترجع لخزينه الدوله. زين، اكو شباب، يعني دا اسمع من شباب بساحة التحرير يقول لي زين هاي الفلوس وين بدها ترجع؟ وين بدها تروح؟ هي والفوائد مالها. تجي تقول لي اكو نقطة ثانية انه اكو قرارات اصلاحية. قرارات الاصلاحية اليوم اذا نريد نبدي بقرارات اصلاحية لازم تكون القرارات تلامس او هي تبدي تكون كحجر اساس لبناء منظومة صحيحة. يعني اليوم انا مو ابدي ارد اسوي مشروع قانون انتخابات وهو ما بي حتى السقف الادنى من مطالب المتظاهرين، بعد لحد الان يصاغ بطريقة وبعقلية الطبقة السياسية اللي موجودة في داخل البلد. احنا يعني نرجع نهمين نوضح نقطة، انه الشباب اللي طالعين ترى مو طالعين خلاف ويا الطبقة السياسية بشخوصها، لا، احنا طالعين على خلاف مع الطبقة السياسية في كيفية ادارتها للبلد. الشخص اللي دا يبوق، الشخص اللي قاعد ياخذ من المال العام، الشخص اللي دا يتربح عن طريق المنصب، الشخص اللي قتل، الشخص اللي كان سبب في استشهاد كثير من الشباب المتظاهرين من يوم 1/10 الى يومنا هذا، هذول كلهم لازم يقدمون. لازم هذول اللي حكيت لك عنهم لازم كلهم يحاسبون بمسطره واحده. ما احاسب شخص واعوف شخص، ما احاسب هذا لانه كبير او لانه ممكن انه يثير لي فد مشكله سياسيه داخل البلد او فد ازمه سياسيه واروح احاسب الصغار. مو من المنطقي. الناس اللي تطلع مظاهرات من يوم من 2011 الى يومنا هذا. برايك ليش صارت هاي الفجوه الكبيره بين المتظاهرين؟ المشكله انه اللي موجودين الناس اللي تشوف انه المشكله في الطبقه السياسيه وكيفيه ادارتها للبلد. يعني اليوم يقول لك الطبقه السياسيه وهنالك شخوص معينين هم يديرون، هم صناع القرار في داخل البلد. فاني مو من المنطقي انه يجيني الحل من هذا صانع القرار، على اعتبار انه هو صار له 16 سنه هو صانع قرار وما قدر يسوي شيء. المشكله ايضا في تعدد صناع القرار وفي تعدد
المقاومين لصناعة القرار، أكو ناس حالياً في داخل الطبقة السياسية تقاوم صناعة القرار أو تقاوم أي مشروع أو أي قانون ممكن أنه يخلق فد إنجاز أو يخلق فد نقلة نوعية داخل المجتمع. إذن فهي صراعات داخل الطبقة السياسية، وأيضاً مشكلة عند صانع القرار في تحمل لمسؤولية صنع القرار داخل البلد. زين، أنت يعني أنا هو شفتك بالتحرير وتلتقي بالمتظاهرين الموجودين وبهم هواي المحافظات جايين، شو كنت يرجعون لبيوتهم برأيك؟ يعني اليوم إذا طلع السيد عادل عبد المهدي يعني فرضا طلع وقال يا باني قدم استقالتي، وجيبوا رئيس وزراء يحل أزمة مؤقتا وحكومة تصريف أعمال لغاية ما يغيرون قانون الانتخابات، برأيك راح يرجعون المتظاهرين لبيوتهم؟ أنا مدار 16 سنة التعدد أو تتابع السلطات اللي لزمت زمام أمور البلد خلق الطبقة من الشباب، وأؤكد على الشباب، خلتهم يصلون لمرحلة أنه هم اللي هم ما عندهم شيء يخسرون. اليوم أنا إذا ألتقي بشباب في ساحة التحرير يقول لي أنا مرتاح بحياتي هنا أكثر مما مرتاح ببيتي. شوف هذه مفردة جدا خطيرة، أنه أنت وصلت مواطن أنه هو قاعد بالشارع وعايش حياة أفضل من اللي عايشها ببيته. هذه أزمة كلش كبيرة. اليوم يقول لك إذا ما يصير أكو تغيير جذري ويخلينا نقتنع إحنا عموما هذه شو قصدهم بالتغيير الجذري؟ مو احنا شوف احنا حتى نكون واقعيين، ايه فد على الاقل فد 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 اسس معينه بقرارات وقوانين، مو قرارات ترجع بعدين تلغي مثل ما مو هسه راح نرجع نفسر. اكو ثقه بالقرارات راح تطلع؟ مو هي المشكله انه انت اليوم انا من دا اطلب من عندك انه انت تقيل البرلمان وتقيل الحكومه وتسوي لي قانون انتخابات جديد وتسوي لي مفوضيه وتحدد موعد انتخابات ويكون اكو انتخاب على اساس فردي والدوائر تكون بالدوائر كل محافظه بدائره معينه. هنا اكيد راح يصير تغيير. يعني خلينا نكون واقعيين، اليوم حتى الطبقه السياسيه اللي موجوده هي برغم انه هو احنا بمناخ ديمقراطي وشباب ترى ما يطلبون شيء خارج سقف الديمقراطيه. يعني بدي اقول لك انا اريد انه انتخابات تصير لكن انتخابات عادله. اليوم فلان يحصل اعلى الاصوات في المحافظه هو اللي يصعد اول، ثاني هو اللي يصعد ثاني، ثالث هو اللي يصعد ثالث بقرار الناس بقرار المصوتين والمنتخبين. هذا هو اللي راح يقدر انه يخلق تغيير ممكن انه يقنع الشباب. هذه الاساسيات اذا صارت اتصور راح يرجعون، لكن عودتهم مشروطه او عودتهم مع وقف التنفيذ. يعني هم اليوم واصلين لمرحله انا اقول لك ناس متبادله تليفونات وناس بتعرف ناس وصاروا اخوه وعراق مصغره. هذا ببساطه ممكن انه يرجع لساحات التظاهر في حال انه شاف اي 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 يعني اي يعني اي تسويف او اي عوده لمبدا المماطله في تنفيذ الحزم الاصلاحيه. الناس يعني هم ما عندهم شيء يخسروا كشباب، وبنفس الوقت يقول لك انا لو اغير لو يعني هسه خليتني يعني جبالي السؤال، مهم مظاهرات نجحت برايك لحد الان؟ مظاهرات نجحت؟ هي المشكله انه نجحت على يا صعيد يعني على صعيد انه على الشعب صعيد الشعب صار هو اللي يعني اللي يراقب العمليه السياسيه. نجحت في نقاط كثيره، رفعت الروح الوطنيه، غيبت يعني الهويه الوطنيه اليوم صعدت، غيبت الهويات الفرعيه، بينت للناس انه اكو جيل شاب الى صوت، متحرر من كثير من العقد اللي عاشها العراق بسبب السياسات السابقه قبل 2003 وبالسبعينات وبالستينات وبالخمسينات، متحررين من عدها تماما، واعين للمشاكل اللي صارت، واعين للألاعيب اللي ممكن انه تطبق من قبل السياسيين. اكو مشكله انه اليوم انا من 2011 طالع واليوم 2019 اكو 8 سنوات 8 سنوات انا اطلع مظاهرات واطالب ويقولوا لي راح نسوي ويسوون ويرجعون وراها يقلبون علي وارجع مرت اللخ الظاهر. فاليوم اكو فيصل، لكن انت تقول لي انه هي نجحت تماما؟ لا، هي ما نجحت تماما، لانه اكو بوادر عدم استماع لحد الان. احنا عندنا مشكله انه هنالك بوادر عدم استماع
من قبل السلطات الثلاثة. شو رأي تعالون إياها المتظاهرين برأيك؟ يعني هو واضح أكو تجاهل يعني للتظاهرات ولساحة التظاهرات. وبرأيك شو راح يعني يتعاملون المتظاهرين؟ راح تقل الوتيرة، راح يزيد الضغط، وده نشوف أكو عمليات من أطراف خارجية واضحة جدا، يعني أكو ناس مندسين بوضوح بالمتظاهرات، تظاهرات عفوا، وده نشوف من المنشورات تنزل المزيفة، وهذا يأثر على الطرفين، على قواتنا الأمنية وحتى على المتظاهرين. فبرأيك السيناريو الجاي شلون حيكون؟ مفتوح على هواية احتمالات ما نقدر نتكلم. مشكلة أنه أنت لخصتها كلها بسؤالك. هذه الأطراف اللي قلتها أنت كلها تشتغل وبدون تنسيق. يعني اليوم الطرف الثالث دي يشتغل اللي سمتها الحكومة الطرف الثالث، الأشخاص اللي هم دي يحاولون أنه يحرفون المسار السلمي. الطرف الثالث عراقي يعني؟ ما نعرف. هي مشكلة عراقي، إذا عراقي، إذا مو عراقي فمصيبة، وإذا عراقي مصيبة أكبر. يعني هواي أكو أطراف دي تشتغل، أكو من يحاول أنه ينظم، وأكو من يحاول أنه يخرب. أنت هنا يعني هذا تظاهر، هذا عبارة عن ساحة احتجاج بها، يعني أنا دائما أسميها مجتمع عراقي مصغر، فممكن تلقى بها كل شيء. يعني هم دي يلعبون، اتصور يعني بتصوري دي يلعبون على عامل الوقت كسلطات ثلاثه وصبر المتظاهرين، ودي يحاولون انه اي يستنفذوهم، يعني خلوهم يوصلوا لمرحله انه يستنفذون دعم الناس وصبرهم وراح يرجعون البيت. هذا مو صحيح. اكو ناس رجعت من مظاهرات في سنوات سابقه خلقت فجوه اكبر. اليوم المظاهرات هذه المظاهرات الاكبر بتاريخ العراق على حسب رؤيه المحللين السياسيين، يقول لك هذه اكبر تظاهرات يشهدها العراق. زين انت اليوم اذا هذول رجعوا لبيوتهم تصور انه ماكو فجوه راح تكبر اكبر من اللي كانت بالسابق. زين الفجوه يعني غياب روح وطنيه. الفجوه يعني اكو مشكله ما بين المواطن وما بين السلطه. هذه الفجوه ممكن انه تخلق كثير من التبعات، ممكن ترجعنا لفترات مظلمه، ترجعنا لاتعس من الفترات. زين يعني ممكن بقالنا دقيقه، برايك اكو حل في هذه الحكومه؟ لو الحل لازم يكون من حكومه جديده. الحل الناس مو مشكلتها بالحكومة الجديدة والحكومة اللي موجودة. الحل انه انا اليوم احاسب الناس اللي قتلت، احاسب الناس اللي باقت، احاول انه اوصل العملية السياسية لنقطة الشروع الجديدة، اسوي قانون جديد، مفوضية جديدة، انتخابات، احدد موعد. هنا انا بديت بنقاط اساسية اللي بيها ممكن انه انا اخلي هذا الزخم يبدي يوصل لمرحلة انه ماكو تصعيد من الطرفين، وعليها اذا صارت اكو بعد قرارات جديده. يعني ممكن توجه رساله للمتظاهرين، خاصه دي كثير من المشاهير والناس اللي عندهم متابعين دي يوجهون رساله انه يحافظون على السلميه حتى ما تضيع الهويه. السلميه اولا، التنظيم ثانيا، واحد يتحمل الثاني ثالثا. ضربنا امثله كثيره بالتعايش والتآخي والايثار. هواية يعني هواية الرسائل، بس يمكن هاي أكثر أساس، يعني هاي الرسائل الأساسية اللي أنا دائما أحكي بها بساعة التحرير، يمكن هسه حتى أوجهها عن طريقكم. أنا كل سعيد بحضورك وشكرا جزيلا لك ونورتني اليوم حبيب. الله يخليك. أعزائي المشاهدين، وصلت وياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. تقدرون تشوفون حلقاتنا وبرامجنا على المواقع اللي حتطلع في أسفل الشاشة بالإنستغرام والفيسبوك واليوتيوب، وأيضا تقدرون تشوفونا عن طريق موقعنا الخاص www.صوتالمستقبل.com. ونقول بردا وسلاما إن شاء الله العراق والعراقيين. مع السلامة.